محافظ اسوان. كان معانا امبارح سياده اللواء كمال اسماعيل كمال محافظ اسوان، ورد على ما يثار حول اسوان والميه والناس اللي عندهم مغص معوي وعندهم وعندهم وعندهم. النهارده المحافظ بنفسه راح زار الاماكن اللي فيها كلام، اللي عليها كلام، قعد مع الناس، شرب معاهم شاي، شرب الميه بتاعتهم، وقعد معاهم طمن عليهم، عشان خاطر يبدو ان هناك حمله بتستهدف محافظة أسوان. يبدو أن هناك حملة ممنهجة مخططة لضرب موسم السياحة في أسوان، اللي هيبدأ يوم الجمعة اللي جاي ولا يوم الخميس اللي جاي، زي ما قال لنا المحافظ امبارح. أهو اللي هو إسماعيل كمال قدام حضرتك، أهو قاعد مع الناس أهو في المنظرة، وقاعد بيشرب قدامه الشفشق في مية قدام حضرتك أهو، وشرب مع الناس شاي واتكلم معاهم أهالينا في أسوان. أهو أهو. في حتة ثانية عايزين نشوف منها اي حتة ثانية. اه يعني الدكتور اسماعيل كمال راح مدارس بيطمن اولياء الامور، طمن الطلاب، شرب من الحنفيه. يعني عشان واحد يقول لي اصله، واحد يقول لي يا عم ده شرب من بتاع دي ميه معدنيه انت كبينها في، اقول له يا عم شرب من الحنفيه قدامك، وراح بيوت الناس. يعني خلينا بس يعني الصوره دي مهمه جدا. ليه؟ دي رد على الشائعات في منطقه ابو الريش. امبارح حد عامل فيديو امبارح، يعني عيب والله يا جماعة، حد أبو الريش والناس بتموت وكم واحد مات والحقونا وغيره، وطلع فيديوهات واحد على الحقونا انت مش يعني. فعلا فعلا الفوضى اللي موجودة على السوشيال ميديا محتاجة وقفة، الفوضى اللي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي محتاجة وقفة، لأن ده بتثير الرأي العام، بتخوف الناس، بتمنع السياح ان هم ينفذوا خططهم السياحية، بتضرب موسم السياحة. أنا والله مش دفاعا على موسم السياحة رغم أهميته، ولا دفاعا على المحافظة يعني، لكن الواقع الحقيقة، لأن أنا أقف جيدا وأعلم جيدا كيف تدار وتحاكي الشائعات، وعارف أنه الكتائب بتعمل إيه، وعارف أنك عايز تدمر أي مكان أو أي مسؤول أو أي حاجة اشتغل واشتغل واكذب واستمر في الكذب، فسوف تجد من يصدقك حتى ستصدق نفسك في النهاية. فبقول تاني يا جماعة، مش أول شائعة على أسوان ولا آخر شائعة، احنا بنعرض قدام حضراتكم شائعات كثيرة جدا 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 ونفي وتكذيب غيره، لكن محافظ أسوان اللواء إسماعيل الدكتور إسماعيل كمال قدام حضراتكم أهو، ده أفضل من كل الكلام اللي بقوله، أفضل من ال أهو. ده في أبو الريش أهو، ده قدام أهو بيشرب من الناس، جابوا له المية من البيت أهو، الأهالي قدام حضراتكم وقاعد معاهم في البيت على الكنبة في المنظرة، وبيشرب الراجل من ميتهم. هل هناك نوع من الثقة ونوع من الاطمئنان أو الطمأنة أكثر من هذا؟ ده بالنسبة لمحافظة أسوان. أيضا في محافظة شمال سيناء